كمان علق على مصير بعض اللاعبين في الموسم القادم، وقال في تصريحات أبرزها يعني برنامج رياضي أسباني إن هو على دراية باهتمام برشلونة طبعا بالتعاقد مع جوندوجان اللاعب العظيم اللاعب الألماني، لكننا بيقول على لسان جوارديولا أننا مهتمون جدا أيضا بإبقائه في النادي ويأمل أنه يبقى في النادي. أضاف كمان البيب أنه نجح برشلونة في التعاقد معاه يعني مع اللاعب جوندوجان، بنتكلم عليه ان هو لو فعلا تعاقد مع هذا اللاعب بيب جوارديولا بيقول ان هو هيحصل على لاعب رائع وعظيم. طبعا جوندوجان يا جماعه كان الموسم الماضي يعني ولا اروع على مستوى البريمير ليج، على مستوى الشامبيونز ليج كان من العناصر القويه والاساسيه جدا لحصول المان سيتي على الثلاثيه. البيب تابع وقال لم نتلقى أي عرض من برشلونة بشأن كانسيلو، لا توجد مقترحات منهم حتى الآن. اختتم الحديث أنه لن نتعاقد مع إمبابي، أنه لن ينضم إلى المان سيتي، على لسان البيب بيقول كلكم تعرفون إلى أين سيذهب، يعني ما بين قوسين كده إلى ريال مدريد أعتقد. على فكرة يعني زي ما بنقول إمبابي يمكن كان بعد التقرير في الايام الاخيره انه مش عايز يجدد وان ده الموسم الاخير لباريس سان جيرمان، بعض التقارير قالت انه ممكن جدا يخرج في الصيف يروح لريال مدريد، بعض التقارير قالت انه ممكن السيتي يخش في هذه الصفقه، لكن بيب جوارديولا قال ما اعتقدش ان احنا هنخش في هذه الصفقه، ومعروف اوريدي ان يعني امبابي رايح فين لو رحل عن البي اس جي. طيب امبابي كمان واحد من النجوم الكبار زي ما بقول لحضراتكم، في اقبال كبير جدا على شرائه، زي ما بقول على شراء قميصه كمان، يعني زي ما بقول لحضراتكم النجوم الكبار كمان على مستوى الماركتينج على مستوى التسويق، مش بس على مستوى يعني النواحي الفنيه، لكن عملية تسويقيه مهمه جدا منها التيشيرت اللعيب نفسه، يعني من ضمن افضل مبيعات على مستوى العالم في التيشيرت بتاع اللعيب كان امبابي. يعني معانا كمان فريق